السلام عليكم، راح نبلش الأسئلة على كابيتال ماس ترانسفير ستاند ماس بالانس. نتمكن منه ونشوف كيف الأسئلة بتجي عليه عشان نجيب علامات عالية بإذن الله ونفهم التاتر 100%. يعني إذا أنتم مثال الشرح كان مفهوم أو تحسيته قصير، هسه مع الشرح راح تحلوا هاي. طبعا الأسئلة كمستوى عشوائي، يعني مش ببلش من السهل وبروح الصعب وكذا، لا خلي عشوائي زي كأنك بامتحان. نيجي على السؤال، كيلي في عندي معلومات معينة، كيلي عندي time concentration، كيلي عندي time 10 concentration 1، عندي time 20 كان concentration نص، 30 0.33. قولي شو نوع التفاعل؟ zero first second. مثل هذا السؤال من حل إلا على التدريب، يعني أنا بدي أطبق معادلة C تساوي C نوت KT و T تساوي C نوت A قوة ماينس KT، واحد على C تساوي واحد على C نوت زائد KT، صح؟ zero واحد هاي سكند. بس انا شو بعمل؟ بجرب بقيمتين، يعني بجرب عند تايم 10 بجرب عند تايم 20. شو بعمل؟ بعوضها مره بهاي 3/10 مره بعوضها ب 3/20، بطل بيطلع معي معادلتين مجهولين كي وسي نوت، بعوضهم بطلع معي سي نوت وبطلع معي كي. اذا عوضت عند 30 لازم يطلع concentration point 3/3، إذا ما طلع معناته هذا التفاعل مش zero order. بطبقها نفس الإشي على first order، إذا طلع معناته هو first order، ما طلع بيكون مش first order. إذا طبقت على الأخيرة بيكون second order، ما طلع بيكون جواب none. ممكن يطلع بخيارين، يعني الثانية والثالثة. عشان هيك بعد التجربة وكذا اكتشفت إنه هو second order. خلينا نشوف مع بعض. هحكي أنا واحد لواحد تساوي واحد على سينوت، أنا ما بعرف كم السينوت، زائد كي في تي زائد كي في 10. وعندي معادلة ثانية واحد على نص يعني اثنين تساوي واحد على سينوت زائد 20 كي. حليت المعادلة معي كي تساوي 0.1 معي واحد على سينوت تساوي 0، تمام. هس شو بعمل؟ بعوض الثلاثين هون، أحكي واحد على سي تساوي واحد على زيرو أو واحد على سي نوت كم؟ زيرو. زائد كي في تي كم كي؟ 0.1 وكم تي؟ 30. يعني واحد على سي نوت أو واحد على سي بتساوي 3، إذن سي بتساوي 0.33. 0.33 صح، معناته الجواب هو second order. هذا إحدى الأسئلة متوقع صراحة. تمام، عندي سؤال قول لي C تساوي Qn Cn على Kv، المعادلة على ايش بطبقها؟ طيب انت اول شيء تحكي لي انه ما في dm على dt وسوالف هذيك، معناته هاي steady state. ليش steady state؟ لاني انا بعرف انه عندي معادلة CSER هي عبارة عن T تساوي Qn Cn مع Q out زائد Kv. بلاحظ انه هاي بتفرق عن هاي، بس شو الفرق فيهم؟ انه ما في Q out، معناته هاي بتكون steady state conservative. ايش؟ ما في عندي Q out بس عندي Qn، معناته ايش؟ with onbit input only. هذا steady state conservative with input only. لو كانت كامل Q اسمها وقسم وضرب مثل ما حكيت بالشرح انه حسب الاشي اللي ظل، بس انا هون كونه نفس المعادلة وفي انه ما وفي ان بس ما في out، معناته هو input only. input only يعني Q out تساوي 0. اللي هون what would be the steady state influence concentration of non-conservative substance. non-conservative يعني
في عندي كسي في اي كونزرف رياكت وزيرو اوردر رياكشن ريت. حكى لي هو زيرو اوردر عباره عن كي تساوي 2.5 ملي جرام على لتر اور and entering into complete mixing. فعند complete mix and the detention time of 12 hours. يعني الثيتا بشكل عام 12. and influent concentration C naught influent concentration in C naught 220 milligram لكل لتر. the stream enters and leaves in the system with the same flow rate. يعني Q تساوي Q up. هسه لما نخلص حال الأمثلة وكذا بنشوف كيف النص كامل. حكى لي شو بده؟ بده سي up. طيب حكى لي non conservative حكى لي steady state. سي اس تي ار يعني T بتساوي T Q N T N على Q up زائد K في V. تمام. اصلا اقسم على كيو ليش؟ كيو نفسها تمام؟ تصير عند سي ان على 1 زائد كي في على كيو شو هو الثيتا اللي هو الديتنشن تمام؟ سي ان كم؟ 220 على 1 زائد كم الكي؟ 2.5 كم الفي اللي هو الثيتا قصدي؟ 12. تعوضها بطلع معي جواب منطقي اتوقع ما بطلع معي جواب منطقي لانه في خلل انه هاي المعادله الفيرست اوردر نهائي زيرو انا ما في عندي سي في غلط بس خلينا نتاكد 22 خلينا شوي نشوف على الحاسبه كان 20 على واحد زائد تمام. هذا الحل ايش؟ غلط. طيب شوف عندي حل ثاني. عندي حل غلش غلط لانه هذا هي الفيرست اوردر. هاي احدى الطلاب اللي بغلطوا فيها. انا ما غلطت بالعمدا. اول شيء كنت متساهي لاني ما قرأت السؤال مزبوط. يعني انا غلطت فيه. بس خلينا نطبق على المعادلة الاصلية. steady state 0 تساوي qn نفس اللي هي نفسها q cn كم 220 minus ال q ايش c out بده اياه minus k في v كم ال k 2.5 وكم ال v مجهول صح تمام اقسم كامل على q اقسم على q 0 بتساوي 220 ناقص c ناقص 2.5 12 هيك منطقيا سي بتساوي 220 ناقص 2.5 في 12 بتساوي كم 190 ملي جرام لكل لتر 190 ملي جرام لكل لتر. طيب عندي حل ثاني عندي انه الزيرو اوردر شو بتساوي سي نوت ناقص كي تي سي نوت كم 220 كي كم نفس اللي حليته قبل شوي الكي كم وين كي 2.5 كم التين 12 بحل بحلين بس لما طبقت هذيك المعادلة على اساسنا فيرست اوردر خرب السؤال كامل تمام اللي بعده بيقول لي a specific tank for contaminant removal in a wastewater treatment plant to be designed with 90% removal efficiency. الـ efficiency بتساوي 90%. وإحنا حكينا الـ efficiency شو بتفيدني. The contaminant reacts with first order reaction rate of 20 على hour. يعني الـ K 20 على hour. 20 على hour يعني إيش first order. What is the detention time of the contaminant in this tank assuming constant flow? يعني Q تساوي Q. through the tank and the CSTR condition. يعني هو CSTR بس ايش؟ بنفس الوقت constant Q. Q Q. طيب بطبق المعادلة هاي C بتساوي CN على 1 زائد K ثيتا. تمام.
ان مش معي والسي اوت مش معي، شو بقدر اعمل؟ وعندي الكي ومعي الثيتا، بس مشكلتي معي مشكلتي بالسي. طب انا في عندي علاقه بتحكي لي انه سي ان تساوي 1 على 1 ناقص 0.9 سي اوت، يعني 1 على 0.1 يعني 10، يعني سي ان تساوي 10 سي اوت. صح، سي بتساوي 10 سي على 1 زائد كي في ثيتا، كي كم؟ 20. ثيتا كم؟ مجهولة، بده ديتنشن تايم. سي اوت مع سي اوت بتطير، فبتصير 10 او يعني 10 تساوي 1 زائد 20، 1 زائد 20 ثيتا، ف ثيتا تساوي 9 على 20 وتساوي 0.45 اور. واذا كان بالخيارات بده بالمينت اضرب 60 بيطلع عندي 27 مينت. تمام. سؤال هو فايته اللي انه سي اس تي ار وكونستانت كيو، كونستانت كيو ايش بعمل؟ بطبق معادله الكونستانت كيو، بلاحظ انه السي مش معي بس معطيني افيشنسي. الافيشنسي عندي علاقه بين السي ان والسي اوت، كتبت لكم اياها، بحلها بيطلع عندي الحل كامل. تمام. سؤال ثاني، وات از ذا فوليوم اوف بلوك فلو رياكتور؟ بلوك فلو رياكتور، شو معادله بلوك فلو رياكتور؟ سي تساوي سي نوت ناقص كي تي. تمام. الموضوع الافيشنسي 32%، هاي الافيشنسي. الدشارج لكيو 50، لكيو 50 هسه بنقول لكم شو نستفيد منها. متر تكعيب على الدي تبع الوحدات. And the pollutant reacts with first order reaction constant K، حكى لي first order 0.16 على الدي. تمام. الافيشنسي 32%، نفس الطريقة C نوت أو C N يعني بتساوي 1 على 1 ناقص 0.32 سي اوت، هاي سي ان، هي نفس سي ان. ف 1 على 68%، ف سي بتساوي 1 على 68% من سي اللي هي سي اوت، يعني سي في اي قوة ماينس 0.216 في ايش؟ في التايم، التايم مجهول ما بعرف كم الزمن. سي مع سي بتطير بيطلع معي التايم 1.78 دي، وانا بعرف انه دي بتساوي كيو على اريا، كيو على في قصدي، في على كيو، في ما معيها الكيو في دي اللي هي 50 في 1.78 تعطيني 89.3 متر مكعب. دي بتساوي في على كيو مع التي طلعته من معادلة البلاك فلو رياكتور، التي والسي نوت العلاقة بينهم هاي بحطها هون وبحل وبطلع معي الجواب. بقول لي transport of chemical in river can be modeled as، يعني أنا river في الانتقال الملوثات فيه هو عبارة عن البلاك فلو رياكتور. The flow contaminant in pipe system can be described as برضو بلاك فلو رياكتور، بلاك فلو رياكتور للبايب وللريفر. أسئلة الأولى فلوين كان. طيب إنسان نرجع لهم. Communities of organisms that interact with each other and their physical environment is a definition of ecosystem. طيب بيقول لي هون if the half time of benzobarine biodegradation is 4 days. إيش هذا half time؟ half time. How much benzobarine is removed in 60? بدون 60. From the initial value of meat high. C not 100. Reaction zero order. بكل بساطة أنا بحكي الهاف تايم يعني نص عمره 50% من عمره 4 أيام. طيب عند 6 أيام كم كان؟
بقول 4x بتساوي 6 في 50 فx بتساوي 75. x نسبته 75%، في 75% هاي عنده عند 6 ايام 75% من الانيشال فاليو اللي هي 100 بتعطيني 75 ملي جرام لكل لتر. هذا هو ايش؟ هذا قديش ظل من البنزين بعد 6 ايام؟ 75 ملي جرام لكل لتر. فعندي سؤال، reactor is used in a sewage treatment plant to treat water. The effluent concentration of a certain contaminant is 100 milligram. يعني the concentration بتساوي 100 milligram لكل لتر. And the flow rate الQ إله 120 لتر على minute. The maximum allowable limit for this contaminant should not exceed 30. يعني C الكلية هاي سين N. تيل أخيرة 30 ملي جرام لكل لتر. Assuming CSTR هو CSTR وقال لي الK 0.05 لكل R. قال لي what should be the resistance time in the reactor؟ يعني كم الثيتا؟ كم التايم يعني الثيتا؟ شو بعمل أنا؟ CSTR condition مباشرة 30 اللي هي C تساوي Q 120 ضرب CN كم 100؟ طيب قال لي قديش Q out؟ لا بس كأنه دخل 120 بده يخرج 120 فبضل 120 زائد K كم الK 0.05 كم الثيتا؟ ثيتا مجهول مش ثيتا بس K هيك وهي اج في. انا لو بدي اقسم على كيو خليها في بدي احفظ لكم في. انا واقسم على كيو يعني هاي كيو نفس الكيو وهاي كيو اقسم على كيو هاي بتطير وهاي بتصير واحد فهاي بتصير كيو فهاي هي الثيتا. هذا الجواب 30 بتساوي 100 على 1 زائد 0.05 ثيتا فبيطلع معي ثيتا عباره عن 46.6 اور. تمام هذا الجواب. تمام بيقول لي لا هاي بعدين نرجع له خلينا نشوف سؤال ثاني. CSTR reactor that satisfy the condition of هو steady state non conservative pollutant. تمام عندي مثال a waste stream conservative pollutant K كيلو 0.5 على الدين entering and leaving a lagoon reveal the volume إلها 600 متر مكعب add the same Q لQ بساوي 100 متر مكعب. The waste entering the lagoon with concentration in C0 بساوي 10 ملغرام لكل لتر and leaving with a concentration in C0 أربعة. Assuming the steady state condition, steady state with no complete mixing, no complete. C ما بتساوي C out. بقول لي كم الconcentration لللاجون؟ طيب أنا إيش بعمل أنا؟ بطبق المعادلة. بقول لي steady state يعني zero بتساوي Qn. اللي هي نفسها Q Cn minus Q اللي هي نفسها C out minus K Cv. C out مش نفسها C ليش؟ لأنه no complete mixing. طيب تمام زيرو بتساوي كم Q 100 كم Cn 10 ناقص كم Q 100 كم C out 4 minus كم K نص كم C بدو إياها كم V 600 قديش ضل؟ ضل السي حطها على المعادلة بطلع معي سي بتساوي 2 ملي جرام لكل لتر. تمام A system in which the contaminant concentration is changed time to the reaction input output no complete mixing is
قبلك فلو رياكتور. طيب في عندي هذا السؤال: complete the substance concentration after 4 hours بتساوي 4 hours and a complete mixed flow reactor. complete mixed flow reactor ايش يعني هاي؟ CSTR يعني. The detention time is 6 hour يعني ثيتا بتساوي 6 hour and CN يعني 250 ملي جرام لكل لتر. First order reaction constant K له 0.6 على hour. The constant Q نفس الوقت transient. كانوا transient معناته بطل complete mix reactor. transient بطبق قوانين للترانزيانت. تمام. بده الكونسنتريشن بعد 4 ساعات اذا الديتنشن تايم 6. طب شو الديتنشن تايم اللي هي V على Q تساوي كم؟ 6 hour. تمام. شو بستفيد منه؟ خلي الديتنشن تايم 6 وهو بده بحسب عن T تساوي 4. انا كانوا ترانزيت كونديشن كونستانت Q يعني Q واحدة ما بعرف شو هي الكيو بس مش معطيني الفوليوم فبالتالي بدي اضطر استعمل ديتنشن تايم اضطر بدي استعمل قانون السي انفينيتي لانه هذا مش ما اعطانيش ولا حاله ما اعطانيش ولا شيء فبطبق معادله السي انفينيتي بده السي عند 4 ايام تساوي سي انفينيتي زائد سي نوت ناقص سي انفينيتي اي يقوي ماينس اي زائد كيو على في. كيو على في اللي هي 1 على ثيتا شرحتها تي. تمام التي هي 4 هاي 1 على ثيتا اللي هي 1 على 6 1 على 6 هسه هاي بالاور والكي بالاور فعوضها مباشره 0.6. طيب التي نوت 250 طيب طل ايش؟ طل السي انفينيتي. سي انفينيتي بتساوي كيو كم كيو ما بعرف شو هي مجهوله بخلي القانون بطبق على سي ان اللي هو 250 على 1 زائد كي اللي هو 0.6 ثيتا كم الثيتا هي 6 hour فبيطلع عندي هذا 54 من 3 4 فهي بعوض 54 وهي بعوض 54 فبيطلع عندي سي بعد 4 ايام تساوي 63.45 ملي جرام لكل لتر. يعني هذا السؤال حكى لي انه ترانزيت كونديشن يعني 250 سي ان يعني constant Q يعني بطبق المعادلة هاي إنه Cn على 1 زائد في ثيتا ثيتا عطانية 6 وعطانية مشان أطبق المعادلة هاي بطلع معي الجواب زي هيك. تمام. عندي سؤال بيقول لي ألاجون with volume 1200 متر مكعب has been receiving a steady flow of a conservative waste at rate 100 قال لي Q تساوي 100 متر تكعيب على دي. CN تساوي 10 and complete mixed condition. complete mixed condition يعني ايش؟ يعني conservative complete mix معناته مباشرة Q 0 بتساوي QN CN minus Q out C out. ما في عندي KCV لأنه conservative مباشرة كم Q 100 كم السي ان 10 ماينس كم كيو اوت 100 كم السي اوت ما بعرف هو بده سي اوت كم الكونسنتريشن سي اوت 10 نفس الكونسنتريشن يعني الفوليوم ما بفيدني اصلا. First step in analyzing mass balance the problem is defining the control volume. قول لي هون a rate of disappearance of reaction in zero order reaction depends on all the following. هذا بنرجع له بعدين. بقول لي هون سؤال giving the constant k of the three different reaction قال لي تفاعل A الk له
تساوي 2.3 ام ماينس 1 سكند اس ماينس 1. قال لي التفاعل بي تساوي 1.8 ام اس ناقص ماينس 1. وقال لي التفاعل سي بتساوي قال لي 0.75 ماينس 1. قال لي شو الزيرو اوردر؟ اياهم زيرو اوردر. طيب احنا نعرف وحدة الزيرو اوردر لازم تكون ملي جرام على لتر دوت دوت تايم صح؟ تمام. التفاعل ايه؟ وحدته 2.3 ام اس ماينس 1 يعني لتر على ملي جرام دوت سكند. طيب هاي نفس هاي لا معناته ايه؟ سكند اوردر. هاي سكند اشطبه بي بي 1.8 مول اللي هي ملي جرام لكل لتر سكند معناته بي هو فيرست اوردر. طيب سي سي هو عبارة عن 0.75 على سكند يعني ايش؟ فيرست اوردر. معناته الجواب هو عبارة عن رياكشن بي. تمام هكذا خلصنا الأسئلة. بس خلينا نشيك عليهم قدام بعض نص الأسئلة مشان تعرف كيف كنت أحل. قال لي the rate of disappearance of reaction in zero order reaction rate depends on all the following. بيعتمد على التايم. بيعتمد على التايم. بيعتمد على الكيميكال تايب أكيد. يعني الكيميكال تايب بتفيدني إنه كم الكونسنتريشن الابتدائي إله وهكذا. بتغير الكونسنتريشن مع الوقت. مين الكونسنتريشن؟ بيعتمد على السي أوت. طيب بيعتمد على reaction rate constant. بيعتمد على الكيم. ليش ما بيعتمد؟ ما بيعتمد على الكيميكال ستراكشر. ريت اوف disappearance اوف رياكشن ان زيرو اوردر زيرو اوردر سي بتساوي سي نوت ناقص كي في تي تايم وهاي كي هيها سي اوت هيها هيها التايم هيو هيو والكي اكيد بيعتمد على الكيميكال تايب فالجواب كيميكال ستراكشر. وهذا سؤال الثلاث تفاعلات الجواب هو بي. Which of the following statement is not true about ecosystem? Not true يعني مش صحيحة. Ecosystem varies in size قلنا ممكن يكون غرفة ممكن يكون مصنع. Earth closed system respect energy لا غلط. Earth هي بتسمح بانتقال الطاقة وحكينا عنها أشعة شمس ما بتقدر تستهلك إنه ترمي بطيخة معناته هي open system. الجواب open system. Earth is open system مش closed system. Ecosystem change with time هو unstable قلنا. Energy and flow in ecosystem صحيح معناته هاي الجواب. هذا السؤال حكينا عنه وهذا السؤال فيه خطأ. هذا السؤال فيه خطأ بالتكرار. وهذا سؤال اللاجون حكى لي 1200 متر مكعب has received steady state flow conservative كي conservative يعني ما في KCV وقال لي انه الكيو له هيك وطن السين له هيك كم السي اوت طبق المعادلة مباشرة. طيب all the following statement are true expect يعني كلهم صحيحات ما عدا energy and atmosphere flow in ecosystem صح. open system interact with other system قلنا الopen system ممكن ارمي بطيخة وتطلع وتتفاعل مع نظام ثاني. The earth is an open system regard to water. Water ايش؟ هو mass. بس احنا قلنا mass بيكون closed والenergy بيكون open معناته هي open regard to water لا هي closed. طب لازم closed ايوه. Ecosystem varies in size change with time صح. طيب the first step in analyzing mass problem is defining the control volume. The CSTR reactor that satisfied the condition of steady state with non-conservative pollutant. هون OS stream conservative pollutant K بتساوي نص ل entering and leaving lagoon حجمها كذا والQ 100 entering the lagoon with بس هاي نون كونزرفاتيف بتوقع هاي نون كونزرفاتيف لانه لو كونزرفاتيف ما كيسي في هاي غلط مني هاي نون كونزرفاتيف ستريم نون كونزرفاتيف الكي له كذا البي له كذا هاي 4 ملي جرام الكيو الليفنج طبقت المعادله طلع معي 2
تمام. السيستم which the contaminant reaction قلنا block flow reactor، وهذا سؤال سي انفينيتي، هذا السؤال كله محلول. انتوا وقفوا الفيديو اذا بدكم تشوفوا النص او تعملوا السكرين. Yep. All the following characteristics are ecosystem. Ecosystem can be open or closed. صح. Ecosystem varies in size. صح. Ecosystem is stable. غلط. قلنا unstable. بتغير مع الوقت. Energy and mass flow in ecosystem. Communities of organism. قلنا ecosystem. تعريفة. The half time. حكينا سبب تناسب. هذا specific tank of contaminant is designed to 90% efficiency. وهون احنا بنعرف انا اشتقت لكم القانون جهاز هنا. Cn بتساوي 1 على 1 ناقص ال efficiency. Cout ال efficiency 90. 1 على 1.1 10. هاي حليتها هون. طلع معي 27 منت. What is the volume of plug flow reactor to obtain removal efficiency 32؟ الطريقة 68% هيها حليت طلعت معي 89.3. هاي المعادلة ايش تطبق؟ steady state non conservative input only. وهذا سؤال 190. غلطت اول اشي لاني اعتبرته KCV، لما اعتبرته KCV خربطت الدنيا. يعطيكم العافية. هيك ان شاء الله خلصت الماس بالانس. ان شاء الله راح نبلش بالووتر كواليتي باراميتر اللي هم البي او دي، من اصعب شباتر المادة راح يكون، مش من اصعبها، هي اصعبها بس مش الاصعب، في اصعب منه. حاليا هيك اول شابترين انتهوا. ان شاء الله راح نشرح البي او دي بطريقة سهلة بحيث انه نفهمه. يعطيكم الف عافية.